لاند مارك Thank you.
حسب ما شايف. بس شوف هنا في شيء لا شو واضح، هذا الأخلاق، هذا الأخلاق بس شوفوا. أوكي أوكي هي هاي الآن هاي تطلع أكثر من صورة، هاي بس إني عايزهم فيها. هاي إن أنا كل أكثر من سنة preparation، هنا أنا preparation وأنا preparation في structure. هنا أنا حتى بعد طالع الاستديو وهذا اللي إحنا كأنه application اللي متسوق شو ولا هذا شيء. بصورة عامة. Performance of impression material. لازم شنو؟ بنخلي impression يكون شنو؟ ونسحب هنا. لازم يصير فيها تيم، لازم يصير فيها ديستورشن. اوكي طلعنا ماشي اكسبتبل ماشي. هاي واحد. اثنين لازم ادكوت سترينث. هي سترينث بحيث انه يصير فيها بريكج، خصوصا عند الماتيريال مش عارفه ريجيد ريجيدتي مالته مش عارفه راح تنكسر. ممكن يصير بحيث انه دامجها استغلتي مالها كلش عالي، ما يصير فيها دامج عالي زين. احنا اذا صرت لك ما تطلع منها حتى لا لا تطلع. هو يقول انه لازم ما بي شروط الامبريشن ايش قلنا احنا؟ من شروط الامبريشن انه ما ظل نفع. لذلك من ديس ادفانتجز كثيره نحكي عنها مال هاي الامبريشن اللي نحكي عنها رجل راح تصير ما كانت الاندر كاب راح يصير فيها ديستورشن بالامبريشن راح تبقى وين ما كانت. من أقوى خلل بين preparation أقوى undercut لا هاي عندنا إذا استخدمنا في الماتيريال من هاي الأنواع اللي رح نحكي عليها وإحنا عندنا على الرجل هاي رح تصعب قرار الأندركات وبالتالي حيصير شوف في أليكو دايمنشنال ساوند لازم دايمنشنال ساوند مالته كل زين ليس فيها باك دايمنشنال شيء شلون حافظ عليها؟ فهاي لازم احنا كلش نحافظ عليه. ثاني شيء بورد لاين، بورد لاين كلش كلش مهم لانه مثلا اللي نسوي ابريشن بارجات الصفر بس التشكيل يبين صفر لو بنفتح مع السيرفر اذا حسب المارجن انا بدي استخدمها بس راح نرجع شو بي ادكويت اكيوريسي تعطينا البرودكشن مال كل فايل ديتيلز تطلع مثل زين بناخذ ابريشن ولازم تكون easy to be used with minimum equipment. يعني شنو؟ ما تحتاج وايد طلبات. ما تحتاج أجهزة. أكو مواد بس راح نحكي عليها تحتاج أجهزة. لأنه reversible. فتحولها من السوق. من السوق للجو، من الجو للسوق. فيعني هذا اللي تحتاج إنه أنت ما تستخدمها بالكيس مالتك إلا ما تكون عندك شنو؟ equipment. وين أنت رأس الميكسين أو عندك جام إذا تستخدمه. ولازم تكون from free of toxic and irritant لا لا خاصة بالإمبريشن الإيكومنت يعني الإيكومنت اللي هسه طلع لكم إياه كولد ووتر اللي هو أنت تسوي يعني أما أنت تسلط حرارة بحيث ترجع لك إياه سوليوشن أو برودة بحيث ترجع لك إياه جو بس إحنا شو نريد من حرارة حتى من كإمبريشن عادية بحيث ناخذ تصير جو من نريد نستخدمها Thank you.
مصادف للبرشح المتيره عندنا نون الاستيك وعندنا الاستيك. النون الاستيك شنو هي؟ هي امبرشن كومباوند عندنا امبرشن بلاستر وعندنا زيكو ساديو جنو بيس. هاي المواد نتيجه لل الريجيديتي مالها او دايمشنال تشينجز واحد يستخدمها كان يدش هاي بالنسبه للنان الاستيك احنا نريد فتشي الاستيسيتي فتشي فلكسبل بالتالي طلعنا فيزيكال انا طلعت الاستيك امبرشن عندنا هايدروكولويدز وعندنا الالاستومرز امبرشن كثيرين. الهايدروكولويدز عندنا واحد الجينات. ما راح تعطينا هذا كلمه اكيوريت
تعطينا برايفت امبريشن، لا من الاشهر برايفت امبريشن ما راح تعطينا هذا الاكيوريت اللي رهيب اللي راح يعطيني اياه منه الى الكاستمرز. يعملنا ستيل هيلي كوم. اوكي ما استخدمت. يعني لحد الان يستخدموها انا ما استخدمت كلها، بس علميا في موديولات بودي يعطيك بيتر ريزلت، بيتر فاين ديتيلز، بيتر بروبرتيز. اوكي هذه بلاد بودي، بس ما اقول لك ما يستخدموها، ما اطباء يستخدموها للسهوله. وين تخلي هذا سيتنج تايم مالك للبيشنت مال 5 دقائق وبعدين تطلع وبعدين تخلي لاد بودي مال 5 دقائق، من ما يسمع. عشان الثواني بالثواني. هذه اوصف. يعني على مود الوقت بس ما راح تطيق ذا ريفاين. لانه ذا ريشنال تشينجز تسميها كلش عادي. هي هاي اوف ريلوكس. فيها وايد ادفانتج. البروبرتيز تعطينا جود سيرفيس ديتيلز. اوكي؟ تعطينا الرياكشن تكون خاصه بالهاي تمبرشر. عاده احنا كلش تعتمد على الاوبريتر. كلش تعتمد على الاوبريتر. شلون يعني تعتمد على الاوبريتر؟ انا ايش اقدر اسوي سيرفيس كاردايتس؟ بيشنت عنده داتا فليكس اقدر اسرعها. شلون اسرعها؟ سرع سبيد سبيد هاي واحد وبعد خليه بارد التمبريتشر الحرارة هي راح تسوي لي شنو؟ ليك المي البارد شنو؟ يسوي لي ديلي المي الحار حيسوي لي اوكي؟ ما قلل المي احنا عندنا باودر ليكويد ريشن اي شيء لا عزيز حس يسلك اكثر صح اذا قلل اذا زين يعني انت اذا قللت المي على حساب الباور ايش راح يصير؟ اي لانه مغير عندك هذا من التشينجز اللي يصير انه زين الالاستيك ان الالاستيك يكون انف تو بي درون اوفر ذا اندر كات not dimensional stable on storing due to evaporation. As we said with evaporation, when it is a material, it will be a byproduct. It will be a dimensional changes. If it's a byproduct, it's not a dimensional changes. So why is it in problem? When we say when we read the dimensional stable, as if it's not an effect in the evaporation. Not toxic or non-irritant, with your confidence in the والالجينيت باودر لازم ما نخليه مويتشرز وور تمبرشر يعني اذا رطوبه لاحظت الباودر اعطيك اوكي الادفانتجز لا توكسيك ولا ارتك حاول تنمي لذلك مرات حتى يجي الالجينيت تصير في فلافرز ستروبري بنانا اي ون بيشنت يجي طعم يعني طيب كل سيرفس دي تاو حتى طيب easy to be used and handle without any equipment يستخدم تحديد لك cheap and good shelf price تبقى كلش كويس second time in a control by temperature the disadvantage of one day هي equipment هي dimensional so the machine and synthesis for your production لذلك الأوجينيت لازم ورا ما تطلع عن الفيشيت مالش قلت الستريس ريلاكسيشن مالك اكو شغلات اقولها تطلع عليها ستريس ريلاكسيشن شنو ستريس ريلاكسيشن؟ انت من خليها بالبيشن طلعت على جنب يحتاج تاخذ وقت حتى ترجع الوقت الطبيعي يعني الوقت حتى ترجع الوضعها الطبيعي فهذا ستريس ريلاكسيشن فور ذا التيميت امبريشن هو 8 مينت 8 دقائق ورا 8 دقائق بالصبر لازم ماكسيموم ربع ساعه اذا من 8 الى 15 دقيقة من 8 الى 15 دقيقة فوق ال 15 دقيقة ربع طول هاي الامبرشن كمود اللي نستخدمه مع الكام هاي الالجينت اي الالجينت ناخذ بيه الامبرشن كرام الامبرشن لا سألني نفس السؤال انه اكو ناس تاخذ بس ما تعطي الكام مو مثل الهيفي بودي ولا احنا عادة كرام بريشن هيفي بودي لايت بودي بس اكو لحد الان على مود السرعة على مود الرخص وعلى مود التايم كونسيوم مالتها فيستخدمون الالجينيت بس ما تعطي ذاك مستحيل اني تعطي لي هيفي بودي ولا لايت بودي زين هاي واحدة ثاني شيء احنا نسوي هاي نفس الشيء ايش لازم نسوي؟ اول كرام بريشن هاي نفس الشيء
لا
بس الأدشن هو يكون أمر للـ conversation.
مالتي شو اسمه الفون هو كنا شنو هاي درجة شنو حسابتي لأنه ما بيها باي بوينت الفور تايم مالتها يوصل يوم ساعة ساعة يوم أسبوع أوكي أصلا إذا بيش أنا حسب الفون هي وصل مع شنو هو كنا شنو حسابتي إنه ما أدري شو اسمه مالتي ساعة جي ما أدري شو اسمه مالتي ورا يكون ورا يوم أحسن من وزارة شلون دكتورة؟ أحسن من وزارة يعني فور تايم من تريد تصوب من تصوب ورا يوم احسن من ما تكون ورا ساعه هذا الاديشن ليش حسب ريلاكسيشن 14 ريلاكسيشن ما ادري بس هو سوى انه هو يقول له هو شيء يقول يقول ساعه يوم يمكن اسبوع فطلع حسب احصائيا بحث 2014 يقول انه ورا يوم يعطينا ورا ما تسوي كراون يعطينا بدل فتنس احسن مما يكون ورا ساعه بالنسبه للاديشن سيكون اذا الاديشن ممكن انه متاخر بس الكونسيشن اوكي والتايم مالته هو 5 دقائق وقبل ما اسمعها هاي ادوات سمارت الديس ادفانتجز انه هو سيء كلش كلش نزل بالتراي فوسفيت لو لازم نتراي الباودر هيأثر على السيتنج تايم اي باودر مال جلوبس يا جنرال فاكتر اتفاجت شو ريسبونس هابي ريبورتد بس مو سنسيتيفيتي لا الريجيتي مايند راح اسوي رجعه على صوت شو خصوصا من السيد كلش قويه من السيد
اندكس حتى دكتوره هاي المواد اذا دخلت المعده هاي سامر ولا لا عادي شلون يعني شلون تدخل المعده
مثلا انه مثلا اذا تاخذين طبعه مثلا اي شيء يكتبه فورن بودي اوكي؟ ها؟ اي شيء يكتبه فورن بودي اي كل بس خلص يسوي توكسيك؟ كل ماتيريال كيميكال كومبوزيشن بس احنا كنا من البروبرتيز مال امبرشن انه يكون نون اريتنت ونون توكسيك اذا هي مو توكسيك بس يفضل انه ما تصير كيف انت بتعمل امبرشن اوكي؟ هاي مرات ناكلها هاي لازم دي نظام التبريد الكاستر انت من تيجي صح صوت واضح عبد سجل كيف